ما اقولكش. شايفه تراجي وعمايلها؟ منشار يا اختي ده جنانيله وخضينا. ده انا غلبانه وبجري على ايتام. انت بتجري على ايتام؟ تسعى فوق روس بعض زي السلالم يا تجراسي. ما رضيت لهمش بالشيء الفلاني واتبدلت انا. ده غير امي عندها الفسفس بعيد عنك. الفسفس؟ اه ده مرض خطير. الدواء والحكمة ما بتخلصي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا من في الدنيا بلاوي. خذي دول كمان. تسلم لي يا تجراسي. تعالى تعالى ما اقولكش. ده انا غلبان وبجري على ايتام. بتجري على ايتام؟ تسعى يا تجراسي فوق روس بعض زي السلالم. ما رضيت لهمش بالشيء الفلاني واتبهدلت انا. طب خدي دول. ده غير امي اللي عندها الفسفس. فسفس؟ بعيد عنك. ده مصاريف الحكمة والدواء ما بتخلصي. لا حول الله يا ما في الدنيا بلاوي. طب خدي دول كمان. تسلم لي يا تجراسي. ده انا غلبان. لا حول الله. طب خدي دول. ده غير امي. امي عندها الفسفس بعيد عنك. فسفس؟ الفسفس مصاريفه مصاريف الدواء والحكمة ما بتخلصش. يا حول الله ما في الدنيا بلاوي. طب خدي دول. تسلم لي يا تجراسي. تعال بابي. تعال ما اقولكش. بيوتفل بيوتفل ده دبي يا جوني. ابقى تعال. انا عارفه بيحبوا فيها ايه. يا اختي انا مش شايفه. بيدي الحلق للي بلودان. انا بلودان يا شكل ابو قردان يا وش قرمدان يا عرة النسوان. انت اللي قطعت الارزاق وما عندكيش في شغلك اخلاق. اللي في جمالي تفعل فعال واللي مش عاجبها من شعرها حجبها. انا بقى اللي حجبك من شعرك واخليكي فرجه للي يسوى واللي ما يسواش. طب تعالي بقى يا ام 44 لما اوريك انت مين وانا مين. طب تعالي بقى. يا لا من هنا. الله هما راحوا فين؟ في خمسة باب وفي الاخر يبلطك بحساب. انا صحيح اسمي كله ماشي انما مش كله ماشي. انا اللي اكسب. لا تسلك الورق يا عباس. انا اسرق كل حاجه الا الورق. انا بلطجي اه لكن شريف. لا انت سرقت الاس. ايه ده؟ طب اخرس يا مزيكا. ولا عباس حفان. يلا بينا نكت. قافلين. محدش يخرج من خمسه باب الا لما يدفع الحساب. What's up in my dear? I want to go, want to go home. Hey, music! Where did you start the music? Hey, what's happened? انت يا جوني! مالكش دعوة! بتقول على مين حرامي أنا؟ أنت عباس! حد تاني غير الخضري بيقول إن أنا حد الله حرامي؟ العفو يا كابتن عباس! إحنا فلوسنا وأنتو! محدش يمد إيده على فلوسه! مادام شهدتولي بإن لعب سليم يبقى انا كسبان. الا فلوس انا يا عباس. مش كل الطير يا كابتن. هي حصلت يا خضري ترفع عليا سكنتي اشرحك بيها كمان يا عباس. اخص عليك يا خيخه واحد تعالى لي يا عسل تقول لي
كله ماشي. ادي له مية. ادي له مية. كله ماشي ادي له مية. خد مية. عشان تبقوا تتعلموا اصول اللعب. ما خدش في ايدك غلوة. اسمك الكابتن وصحيح كابتن على حق. عشت الايادي يا عمس. وتبقى تيجي كل يوم زي العادة وتخسر بالادب. بالادب. مفهوم؟ حاضر يا كابتن. او كده تبقى عسل يا عسل. سندور مبرر. ماشي يا معلم. قوم يا اخويا. قوم يا خيخة قوم. كسبت غيرها. Very good. Very well. Fantastic. It was good play. Yes. Yeah. طب ما دام انت معجب قوي كده تعالى يا تعالى. يو اس كونياك. ايس مي اس كونياك. يو اس كالموني. You bring me the nice girl, the friend. You bring me very, very, very beautiful girl. Yes. كله ماشي؟ مش شايف الزبون ولا ايه؟ ما تلاقي المسائل كله. شايف جاهز وجاي وكله ماشي. مستر عباس is a very good man. Yes. Oh, no, 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 yes, no, yes. ماني في الاول يا خواجة. اذا كنت انت انجليزي انا مش هندي. حكيم انتوا لما بتذكروا ما بنعرفش نتفاهم معايا. Oh, sure. I will give you your money. Okay. شايف الفلوس معاها قد ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش قد بريطانيا العظمى. مش حمل جناية. يقفلوا لي المحل واتشيني انا قبل منك. Here is your money. Thank you. Thank you very much يا بنك مصر. تعالى ما اقولكش. يا نية. هو في التجراسي في تهوة الشارع كله من باب الحديد للأسبكية. طورت الكل يا ستي الكل. يا اخويا ازيك؟ هات بنوبة كونياك يلا على حسام. بس الليل على الجو. حضرت البربشة والأنس والحصر كله. تجراسي يا كيد عزام لسه شايفة الخضري اللي سميرة طالعة به السما وهي موصلة مدفوع الطريحة. خضري مين وسميرة مين؟ ده انت معاك الكابتن يا باشا. تسلم لي يا فجراني. الله قدامي. على يدك فايف. كله ماشي يا نعم. ادينا كتف في صحة الفطرة. جاهز. إجازة مستورد سد بلاده وعلى حسابي بدا عيون ستينات. تشكر يا فلالي. مش كل اللي يشرب في خمسة باب يدفع الحساب. خد يا تجراسي. انت هتاكليني في العجايز. ايه الشغل اولا؟ حاضر يا عينيا. اتفضل يا تجراسي. ايه بس دول؟ الله اعمل ايه؟ ما هو السوق نايم. خبي عليا يا بت. طلعي اللي مدكناه. هو انا برضو حنكر منك الفلوس يا تجراسي. انت هتقبي ولا لا؟ لا 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 يا عباس مش كده يا كابتن. نعم يا كله ماشي. الله وانت مالك انت تجراسي ويقول لي يا خدامه مداسي وانت شحشرك بينا كده. طيب يا تراجي انا غلطان. ده درب الحبيب عمره ما يصير. ده احلى من اكل الزبيب ومحدش له دعوه بيه. خد يا تجراسي اتفضل. شفت ازاي؟ على قد ما انا اصيل معاكي انت بتطلعي قليلة الاصل. الله خفت عليك تضيعهم في القمار قلت اشيلهم. وانا من امتى بخسر في القمار يا بنت؟ اوعى كده ما اشوف خواجة راح فين. عشوني الخمرة مش هتدفن همك يا تراجي. بالعكس هتصحيه. سيبني دلوقتي في اللي انا فيه.
اسمعي كلامي، انا قريت كتير زمان في علم النفس. انت عارف كويس انا كنت شايله الفلوس دي ليه؟ لا ايوه عارف، لكن طلعت خيبه، ما خبيتهمش في البيت ليه؟ ليه؟ هو بيفتش البيت حته حته، خفت يستفرد بيه هناك ويضربني. قلت اجي اخبيهم عندك. وديتهم له ليه؟ ولما جيت احوش عنك منعتني ليه؟ خفت عليك منه، انت مفتري وانت مش قده. وانا نصيبي كده. انت جن يا جن، من مين فارق معاك سحبني؟ كويس كتير فيري جود. يا باريس تبقى بوقك وتنسى من العمسه. حاسب ايه؟ تفتح انت باين عليك مفتح قوي. قول يا ولد العم، تعرفنيش كده ساعة حظ وفرفشة؟ هتكلفك كتير. معاك معايا يا ولد العم، معايا. ده انا لسه بايع القط، وادي محفظت اهي دبلك معلق. تكسب يا عسل. يلا يا رولا. ما تقوم نفرفشلنا الجو شويه عشان تتراجل. اخويا ابعد عني، انت كمان اتنايل، انا ناقصاك التراخر كده. طب عايزين تراجل، عايزين تراجل، عايزين تراجل، عايزين تراجل. اكل العيش مفيش امر منه. انا زمان لما كنت بيزنس مان كنت تملي اقول كده. عايزين تراجل، عايزين تراجل. زمان عايزين، يمكن ينقطوك بقرشين اخفيهم لك انا قبل ما يطب عباس. تعال ما اقولكش. سلام مربع للجدعان كلهم باسمه فلان وفلان. حلاوتك يا قسطى، سايك العده يا جدع. كلن باسم فلان وفلان، سلام مربع للجدعان، كلن باسم فلان وفلان، سلام مربع عشان يسمى، باب الحديد والعتبة كمان، باب الحديد والعتبة كمان، سلام سلام مربع للجدعان، سلام سلام مربع للجدعان، سلام مربع للجدعان. كل ما تشرب نقطة تجرسك وارح النقطة، واقول قرصني وكان سكران. حييها واطلع بالنقطة ورا كل ما تشرب نقطة، تجرسك وارح النقطة، واقول قرصني وكان سكران. فنجر عليا تعدل مزاجي، بالموني وحده تكسب تراجي. فنجر عليا تعدل مزاجي، بالموني وحده تكسب تراجي. وردهولك سلام مربى، سلام مربى للجدعان. Thank you.
كريم يا عمنا روق لنا دمنا رقصني يلا رقص يلا يلا رقص نسينا همنا سلام أرنب 100,000 مرة يصد جوه ويرد بره باب الحديد والعتبة كمان 35 36 45 ومعانا واحد ساعة كام دلوقتي وانت لسه فاتح والمزيكا والرقص شغالين بعدك ذاته انا قاعد مستنزلك وحالف ما يشطب الا ما انت تيجي يا بختك شهدت لك الحلوه وسع على الحكومه يا ولد اوعى تعالى ما اقولكش اقعد سيبت ركبنا كله ماشي يلا يا كله ماشي جاهز جاهز ومحضر لك مزاجك ايوه اتفضل يا سيدي الكل كونياك نبيت روم زبيب تيراميسين توكسافين وكله ماشي وكله ماشي وكله ماشي هو حد بيتاخر عنك بس كله باوانه اقلع طربوشك عشان تستريح اقلع الطربوش ونجرب الكونياك اتفضل ايوه كده اهو حلو ايه رايك التاني توكسافين ده كمان ده كمان ايوه يديك القوه يا تاج راسي اوام قدرت تربحهم كلهم ونملاله غيرهم احنا لنا بركه اللي هو والدوريه والمسؤوليات الكتير اللي عليا هو في حد هنا مسؤول عن الامن غيري سلام مع السلامه يا كبير المقام ضئيله مزيكا دي بقى ساعة الحظ والفرفشة واخدنا على فين يا ولد العم الحظ والفرفشة دي الحرسات يا ولد العم هنفتحها يا ابو خال مش قلت لك هتكلفك كتير يا عسل الحادث بتاع امبارح انا عايز كل الجهود لضبط الفعل وعلى العموم الحوادث كترت خالص في الحج كل المخالفات بقت بتتعمل علني وده محتاج مرور مستمر منكم احنا بنمر يا سعد بيه وبيظهروا لنا كل حاجه سليمه لكن اول ما بنمشي انا عارف اللي بيحصل ودي مسؤوليه الكونستابل النوباتشي الثابت هناك بيفسدوهم يا سعد بيه وكل واحد نعينه بيغروا بالفلوس او البنات زي الكونستابل بتاع امبارح اللي حبسته احنا لازم نختار واحد مستقيم وشريف وقوي يقدر على البلطجيه بتوع الحي وما يغرهوش اي حاجه مهما تعرض
محدش اتحرك من مطرحه. اه يا امه ايه غيرت المان؟ لا تفتيش بامر الحكومه. ولا انت فاكره ان مفيش حكومه؟ انا تجراسي يقطعني. طب ده انا ليل ونهار بقولش الله يا حكومه. الباب اللي في ايدك دي عباس. ده انا عباس ما يهمكش منه. يا جدع قلت لك اطفي الهبابه دي. يلا انا شامم ريحتها. انت اتكلمنا انا يا عسل. نزل رجلك وقوم اقف. حاضر يا عسل. افتشك ولا تطلع اللي معاك؟ وش عرفك؟ كانت اخر سيجاره يا عسل. تصدق اني هصدقك؟ مش قلت لك يا عسل. انت اسمك ايه؟ عباس يا عسل. سوابق. وتايب يا عسل. بقول لك ايه؟ ده انت تؤمر يا عسل. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. انا رزل مع الرزل وعسل مع العسل. حاضر يا اقف. حاضر ايه؟ حاضر يا بيه. اهو كده تبقى عسل. الغربال الجديد له شدة. انا اتفرعنت كده برضو لما كنت في البوليس. والله ان جاني وتردي ليا اقول له طلع لنا لا هي. تقول ايه يا اختي؟ انا مش اختي يا قلبي. ما يخرب بيتك، امال انت ايه؟ اخ؟ كلك نظر يا اخ. انا مش اخ انا. الله، وانت كمان ما تقولش يا واد. طب اسمع اما اقول لك، ولا اسمع اما اقول لك، اسمع اما اقول لك، اسمعوا انتوا الاثنين اما اقول لك. اخويا في منطقتي ممنوع. قوم يا تفز، غور من قدامي. يو حاضر حاضر، هو حكم رأسك ولا ايه؟ ما اختارش وانت ماشي. امال امشي ازاي؟ امشي عدل، شمال يمين، شمال يمين، شمال شمال، يا شمال. الواد مش عارف يجيب شمال. احسن انه طردوا من هنا. تصدق الاخ ده كان بيخطف الزباين مني. وانت ايه انت كمان؟ انا سميره صديقه الطلبه، اصل بعمل لهم تخفيض. من هنا ورايح تغلي التسعيره بتاعتك عشان يقعدوا في بيتهم يذاكروا. قوم يا تذاكر. اوف! تعال هنا. راح فين؟ حزاك؟ لا، انا عايزك تسقط السنه دي. ده وش تلامذه؟ الحق، الدور جاي علينا. ما تخافيش يا تراجي، وكله ماشي. وانت يا بتاعت شلاها حكومه؟ انا ده انا غلبانه، وكمان عندي رخصه بالقانون. حتى بص حلوه يا تجراسي. يا حلو. تعدلي يا بت، تعدلي وانا بكلمك تتعدلي. حاضر، اقف ازاي يا تجراسي؟ كده اهو ولا كده اهو؟ اتعدلي يا بت لو اديكي في داهيه. يعني ما لقيتش غير انا الغلبانه اللي بتجري على ايتام. انت بتجري على ايتام؟ تسعه فوق رؤوس بعض زي السلالم. صحيح الكلام ده جدع انت؟ وانا اللي مولدهم بايديا دول لما كنت دكتور. طيب انا هسيبك المره دي بس على شرط ترقصي بادب. حاضر، ما
من عينيا يا تجراسي. من هنا ورايح ارقص بزعبوط. وشغلك كمان تعمليه بادب. نعم. طب ازاي بقى؟ كله ماشي كله ماشي يا تراجي، كله ماشي كله ماشي كله ماشي في صحة المجدعة. ايه دول؟ ده كونياك وده ريمي مارتان وده كورفوازي وده زبيب. شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. يعني ما تقبلش التحية؟ شيل الحاجات دي من قدامي وهات لي رخص المحل. ماشي. أرجوك لو سمحت. شوفتوا بقى؟ جالكوا كلامي؟ أهو قلع التربوس. الله، على كده كل ده كانت حركات. طبعا، أمال أنت فاكر إيه؟ يلا بينا. رخص المحل يا سعادة البي وكله ماشي. قريب. رخصة بار صادرة في يوم أسود ومجددة في تاريخ مني البنيلة وسرقة المفعول لغاية ما أقفلهولك إن شاء الله. رخصة خمر محلية ومستوردة. سكة طبعا. هتبيع إيه غير السكة؟ تصريح موسيقى ورقص وغناء وخلاف. خلاف ولا؟ أنا مش عايز خلاف. أنا دائي وداء خلاف. فاهم؟ تصريح بدخول عساكر الاحتلال الانجليزي، ربنا ياخدهم واحد واحد. اوراقك بكل اسف سليمه، لكن شغلك حلمنتيش. انا يا سعاده البيت المواعيد تراعيها وعلى ساعتي انا، وتعمل حسابك ان ساعتي مخرفه. اصلحها لك، انا كنت ساعاتي. انت تخلص خالص. اي خناقه في المحل هاخدك انت، حتى لو ما كانش ليك يد فيها. اي ممنوعات مع الزباين هجرجرك واحبش لك قضيه مغريه. هشك بشك بشك هشك، مش هخليك تعرف قفاك من وشك. يا سعاده الباشا يا سعادة الباشا، ما كله خلاص وكله ماشي. أنا هنط لك كل شوية، بس تعمل حسابك. أنا كانوا بيدلعوني وأنا صغير، يقولوا لي يا رزل. فاهم؟ تصحى معايا، كانوا بيقولوا لي يا رزل. إيه ده؟ إيه دول؟ رزق ونزل مستانة. السما بتنطر فلوس يا عسل. الله أكبر. بس دول؟ بصرة المحب خروف يا تجراسي. وانت مشاركة معاهم في الخروف ده؟ واحنا بقى النظام ده يومات يا عسل. الله، ده انت تبقوا زمان سوعي بقى. اديني كاس من نار البرميل. ده انت طلعت ابن حظ. ده مش بس كله ماشي، ده كله بيجري. انا هخلولك بقى كله يبرطع. كده يا تجراسي، تعال تعال ما اقولكش. اتفضل يا سعادة الباشا. لو سمحت من فضلك. اتفضل. ما حدش يتحرك من مكانه. اقعد اقعد، مش عايز نفس. نحسن بشرف اللي هيتحرك هعزمه للاد على العشاء في الاسم، والفطار هيبقى في النيابه. انا مش بتاع كله ماشي، بس كله ماشي. حاضر يا سعاده الباشا، وكله ماشي. اما انتوا يا اطفال الحلوين الصغيرين، احب اعرفكم ان بابا منصور اللي هو انا من الليله دي حاططكم في نافوخه. عارفين ده معناه ايه؟ معناه اللي هيغلط غلطه صغيره قد كده هعملها له جنايه كبيره قد الفيل ابو زلومه. فاهمين؟ فاهم يا عسل؟ فاهم يا بيه. وانت يا حنينة يا بتاعت الايتام، قطعني حتت، توبت على ايديك. تمام يا سعاده البيه. ايه منصور، اخبار الهمه زي كل يوم؟ يا راجل النهارده ثلاث متهمين وراك كفته وكباب يا فندم. كفته وكباب؟ اوعى تاكل منه يا سعاده البيه. انا اصلي كلت منه حتتين، بقت القطه تشوفني تجري يا فندم، فاستنتجت انه لحم كلاب. بقى كده؟ انا من باب الحديد لغايه هنا يا فندم، لقيت كلبتين لونين قطرني وكانوا بيتمحكوا فيا يا فندم. طيب تروح عينه منه للتحليل، والكباب جي يروح لحد ما النتيجه تظهر. امرك يا سعاده البيت. والمتهم الثاني موضوعه ايه؟ لا يا فندم، واحد من اياهم. اياهم مين؟ اياهم يا فندم اللي بيوافق ما بين اياهم واياهم، وكمان طفح بندورتين من اياهم، فانا خدته هنا مع اياهم عشان يبقى كلهم اياهم مع بعض يا فندم. انا متجيب بسعاده البافور. الكولستان ضربني، الكولستان موتني. يا ايوه ايوه، انت ضربتني وانا متجيب بسعاده النيابه.
يا جدع انت ما تزعقش كده للسرع ويجيبوا لي طاسه الخضه بعدين. انا مستجيب بسعاده المحامي، انا مستجيب بسعاده الاسعاف. ما تزعق كمان، لصدق انك روان. يا جناب المأمور، يا جناب المأمور. ايه ده يا منصور؟ لا سعاده البيه ده اصله فصل، عنده ضغط يا فندم. طيب خده على النبطشيه يتعالج ويتعمل له محضر، وهات لي المتهم الثالث. حاضر فندم. انا بيه، انا بيه. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا. المتهم التالي بريء يا بيه، مظلومة يا بيه. انت انا غلبانة قوي قوي يا بيه، ورا يخوم لحم فورس بعض زي السلالم بجري عليهم يا بيه. ولا وراها ربع راطي لحمة سعادة البيه، الشارع كله كوم والبنت دي كوم. يا شيخ اتقي الله، حرام عليك، ده انا خايفة عليك اللي يجي على الولاية ما يكسبش. مش ولاية يا بيه، دي جناية. انا مويل الشغلانة غيرها ليل ونهار، خناقات بينها وبين البنات، خناقات علشانها بين السكارة وبعضيهم، ومخلطة واد بلطجي اسمه عباس، مسيرة حصاده في عاملة صودا وهادي دي سيادتك. لا بقى، ده انت اللي حاطط نقرك من نقري ومدبقني معرفش ليه. يعني هيكون ليه؟ انا عارفة ليه، اسأله ليه يا تجراسي. نعم؟ لا ده يظهر ان عندك حق يا منصور، يتعمل لها تحري وخدها على الحوض المرصود للكشف عليها مع بقية البنات النهاردة. النهارده ابوس ايدك يا بيه، بلاش النهارده يا بيه، بلاش النهارده عشان خاطري يا بيه، بلاش النهارده ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك. يلا جري قدام، يلا بنت اهو بتعدي بيه اهو، يلا بنت. يعني كان لازم تمسكني النهارده؟ ايه عندك نظام غالي النهارده؟ يلا بنت بلاش لكاعه. بقول لك ايه، ما تعتقني النهارده وانا بكره من الفجريه هاجي لك واروح معاك على الحوض المرصود. مكسر امر الحكومه. يلا يا اختي، يلا بتاع تجراس، يلا يلا بنت توهي شاهله، يلا عشان تلحقوا الكشف لحسن تباتوا. يلا يلا يا خديجه. تعالي يا اختي راحه فين يا عمش؟ من هنا. اشمعنى يعني بتشوفوا الزبون من اخر الشارع؟ يلا. لو انت تصادق ده انا بشمهم. الله يخرب بيت دي عهده. يلا ايه يا بنت؟ مالك قلبها مشير ليه؟ لا طب يلا نجرب قدامي. يلا روح يا شيخ منك لله. فزر فزر انا مين؟ عارف صوتك عمو كله ماشي. ازيك يا عزيز؟ وحشتني قوي يا حبيبي. انت اكتر. الله، امال فين ماما؟ ماما عند الدكتور. ايه هي عيانه؟ لا لا لا، بعد الشر براءة ان شاء الله. ايه قصدي يعني هتطلع ما عندهاش حاجه، اصل امك بتاخد بالها من النظافه قوي. انا مش فاهم حاجه. اصل في جماعه بيحبوها قوي، ومن كتر حبهم فيها خدوها عند الدكتور عشان يطمنوا عليها، لكن برضو ما نسيتكش. شو بعتلك معايا ايه؟ اوبا حبيبتي يا ماما. ودول قصص جميلة ماما عايزاك تقراهم، لان القراية مفيدة ولذيذة، وده اللي كنت بنصح بيه تلامذتي ايام ما كنت مدرس. الله، هو انت كنت سواء بابور زلط ولا مدرس؟ الاتنين، وكنت كمان بشغل في السيرك. شوف على لهيبا. برافو برافو يا عم كله ماشي. وفي غير اوقات العمل الرسميه كنت بشغل قرد. وكنت بتعمل ايه؟ بتقول انت لطيف قوي يا عم كله ماشي. ده انت اللي حبيبي قوي يا حبيبي. وكنت بشتغل طيار، وكنت بشتغل اصلح بوابير جاز، كنت بعمل كل حاجه. حاجه واحده بس اللي ما عملتهاش. ايه؟ عمري ما كنت قبل. كله ماشي كله ماشي كله ماشي. رحت له؟ طبعا رحت له. وازاي اخباره ايه؟ سألك عليا؟ كويس قوي، صحته عال وباشا وقمر، وكمان طمنوني هناك ابن علاج رجليه في تحسن مستمر. يا حبيبي يا ابني، ربنا يبشرك بالخير. طبعا زعل عشان ما رحتلوش. ما تخافيش عليا، قلت له انك مسافره وهتجيله بعد اسبوع، وخدت له معايا فنضام وبستيليا وحمص ولعب، وكمان دفعت له مصاريف. ياه، والفلوس كفت كل ده؟ يا ستي ما تدقيش، كله ماشي كله ماشي.
أنا هدفع لك كل اللي أنت دفعته بس من ورا عباس. يخص عليك يا طلبي، إزاي تقولي الكلام ده؟ ده أنت زي بنتي. ربنا ما يحرمنيش منك ولا يحكم عليك اللي أنا فيه. إنما كنت أنا كنت عايز أسألك، أنت مخبية على عباس حكاية ابني ده ليه؟ يا لهوي، ده كان خرجه من المصحة وشغله مسح جزم ولا 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 حرامي. نديت باللي أنا فيه ده ليه؟ رديت بالمرمطة ورديت بالبهدلة ليه؟ مش عشانه، عشان خاطر ضنايا. يبقى شوف اخويا قدامي. بقول لك ايه، تعالى هنا اهو، بلاش قدامي، خليك جنبي احسن. شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. خف رجلك شويه، البلد باظت يا عالم، البلد باظت ما دام باع فيكم اسطبلات زي ده. الظاهر ما بيختاروهمش قبل ما بيعينوهم. يا ساتر، اهدى يا ساتر، مش معقول، ده مش بني ادم ابدا. ده النهارده بهدلنا اخر بهدله، وانا بالذات النهارده اذاني بشكل ده. حتى قفل خمار الكوست اللي كنت فرد عليه جنيه كل ليله. يا ما انا خايفه الدور يلف ويجي على خمسه باب. طبعا ما دام الكابتن بتاعنا بيقبض من خمسه باب وساكت. نعم يا اخويا، امال كنت عايزني اعمل ايه؟ اضرب الحكومه؟ انت ما تعرفش قطع زرار العسكري في كلابوش قد ايه؟ عارف، عارف احسن منك، ما انا كنت زمان دارس قانون. طب ايه رايكم بقى ان البعبع اللي مخوفكم كلكم ده محدش هيقدر عليه غيري انا؟ انت بس فنجريب وده هتقدري عليه ازاي ده؟ ها؟ لا تقدر، تقدر. شمشون ما قدرش عليه الا دليله. ما تدرسوا تاريخ بقى. كله تمام ولا خليها ليلة سودة على دماغكو؟ كله تمام يا حكومة. سميرة صديقة الطلبة، خصمتهم يا بيه، خصمتهم. الامتحانات قربت وحقر النتيجة في الجورنال، لو لقيت عيل واحد بس ساقط هخلي عيشتك مهببة بهباب. يلا يلا. وانت بوبي لحم ضاني وشربك كبير. انا كل يوم هعد كلاب اللي في الشارع، حسك عينك الاقي كلب ناقص هجرجرك بسلسله. يا لهوي، يا عيون البوليس انا جاي. يا بوليس اوعى تشوفني. انت فلوسك خلص عليك. خد خد 60 ده يغور عني. اشكال ما تجيش الا بالسبت. سعادة البيه، شوف بيك لوب بيك وهحط الحديد في ايديك. ليه؟ عملت ايه؟ الله، ده بيسأل. سرقة بالإكراه يا عسل، ضربتها وخدت فلوسها. ما حصلش يا تجراسي. نعم نعمين واربعة يبو ستة. انت هتتدلع الراجل بالزور ولا ايه؟ الله، انت مش لسه صوتك دلوقتي كان جايب لآخر الشارع؟ ده انا كنت بضحك. تضحكي تقولي يا بوليس؟ امال لما استوت تقولي ايه؟ هقاو. ودلوقتي جناب سعادتك عاوزني في حاجة؟ لا ما نستغناش يا عسل. وما الفلوس دي ايه؟ فلوسه حر ماله، كسبها بعرق جبينه. بعرق جبينه هو؟ الله، المهم ان اديتها له بمزاجي. الله، هو تلفيق قواضي ولا ايه؟ لا ولا تلفيق قواضي ولا حاجة، معلش
المرة دي برمت يا عسل. الجايات أكتر من الرايحات. يلا هات غرور من قدامي. ما أنا كنت ماشي. وأنت اللي حشتني. يلا أنت وهي. اتفرجوا على إيه؟ حاوي هو ولا رجوز؟ هنيجي تاكلنا على التحرك. يلا يلا. كدبت ليه؟ بتحبيه؟ ده نطيق العنا ولا طقوش. لكن اهو هي غصبانيه. غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟ هعيش ازاي بين الديابه من غير سابع يحميني؟ يحميك عشان استفرد بيكي وياكلك لوحدك. مكتوب على الكبين اهكرنا كده. انتوا اللي بتجيبوا نفسيكم. واحده زيك ما تسيبش الحته دي ليه؟ تروح تتعايش من شغل شريف. شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟ انا هكلم لك المسؤولين. انا قصدي نافذ عليهم قوي. صحيح يا تجراسي، بس بشرط تهمدي. يعني لا رأس ولا خمسة باب ولا ميتة دليتة عمدة ولا ولاعة على جوني. حاضر، بس يا ترى عباس هيسيبني؟ لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منه. ازاي؟ الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني ويقولوا لي يا ريزل. قال خلصك مني. قال. طب وما قالكيش ازاي؟ ما قالش يا تجراسي، وطبعا مش هيقدر. ده ولا هو ولا مدرسه الكونستابلات بتاعته. اسمع ما اقولك، انا عايزك تجاري تاخديه على قد عقله. ما تخافش علي، ده انا حفرده واتنيه واحطه في جيبي. اه فين يا بنت؟ ياما ايه في ايه؟ مكتوبة للاسم. ليه؟ عملت ايه؟ لازم القروبة سميرة تبلت عليا. هي ايه العبارة بالظبط يا سيدنا الأفندي؟ قالت مزاجك أنا مش كده؟ لا، إذا كانت البنت مظلومة أنا أحب أقدم لك نفسي أولاً. هتقدم لي نفسك مين؟ الكوميل بتاع الكوتشينة، راجل فلاتي وبتاع نقط، وما حبكش المزاج معاك غير مع أخطر مشبوهة في الشارع كله. مشبوهة؟ اسمع نصيحتي أنت زي جدي، مالكش دعوة بالبنت دي بالذات، أصلها كمان. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مع السلامه. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا بنت قدامي. كنت بتقول له ايه عليا؟ يلا قدامي. لا تتوش يلا. طب ما بنت بيني كده. هو ده برضه طريق الاسم يا سي منصور؟ هو انت فاكراني موديك الاسم بصحيح؟ طب قول كده. طب مش كنا طلعنا البيت احسن؟ بيت الله يخرب بيتك. ما هو ده التكتيك اللي انا متكتكه عشان خاطر عباس. والتكتيك ده يطلع ايه؟ زي بتاع حترف؟ كل زبون هيجي لك هطفشه. نعم. مش هخليك تكسبي ولا ناكلي. يا لهوي، انت طلعت لي منين؟ ده انا اتنشيت عين. افهميني بس، ما انت لما هتفلسي وتخرب بيتك، الواد عباس مش هلاقي من وراك فايده، هروح سايبك على طول. يا مصيبتي السوداء يا ناس، اخيانه؟ لو ما كانوش بس قالوا لي على جنايه زرار العسكري. عسكري ايه وزرار ايه؟ زعلت يعني عشان بهدلتك قدام العالم؟ لا ابدا، ده انت تشكر، تشكر بالقوي يا تجراسي. بقى الملعوب اللي كنتوا هتعملوه فيه اتقلب عليكم. انت اصلا غشيم. غشيم؟ انا غشيم عباس؟ طب انا من غير شكرانيه في نفسي انا كنت بتاع ثلاث ورقات. واحنا كسبنا الفجوره، والفجوره هي تراجي. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اخلص منه. اف توقف حالي. قال ايه؟ عايز نعيش بالحلال.
كده مش هعرف اركز معاك في كلامك. ضربني عشان ما جبتلوش فلوس، سبت له البيت والحته باللي فيها. شفتي بقى تكتيك نفع ازاي؟ يا فرحتي يا هنايا يا وكستي يا شقايا. خلاص يا بنت خلاص، مش قلت لك هكلم لك المسؤولين عشان يشوفوا لك شغلانه نظيفه؟ حلني بقى، انا في مصيبتي دلوقتي اعمل ايه؟ ابات فين؟ هتباتي عندنا. اهو كده، اظهر على حقيقتك، اظهر وبان. انا برضه بنت الناس. طب ده انا حبيت في اوضه مرحوم امي اللي ما اتفتحتش من يوم ما توفت. يقطعني يا طاج راسي، ما كانش قصدي، بس اوعى يكون بيطلع لها عفريت. عفريت لما عفراتك، انا الحق عليا اللي عايزه البنات. حقك عليا يا طاج راسي. طيب خلاص، بس ما تغلطيش في الغاليه. حاضر يا طاج راسي. انا هروح اجهز لك اوضتها عشان تتخمدي فيها لغايه ما اتصل بالمسؤولين. تسلم لي يا طاج راسي. استعمال الرأفة معاك تقديرا لخدماتك السابقة، لذلك اكتفى بتجريدك من رتبتك وردك من الخدمة. انصراف. اخبار ايه؟ فرقه انجليزي راجعه من الميدان ونزلت
اللي ما يسمعش. انا جات لي الاخبار من المفسدين بتوعي اللي في القسم انه اترفع وبقى عواطف عشان ما حدش يتكرر ويتحدى عباس. عباس اترفعت مفسدين داهية. ايه صعبان عليكي يا اختي؟ انا مش شايفه حاجه لكن باين كده. بتضحكي على ايه انت وهي؟ انا كنت فاكره بس انهم هينقلوه وبعدوه عننا. ترى ايه؟ انت قلبك رهيب كده ليه؟ جايب لك كاس دوب الفاس سوبر 18 حجر. ده انت بطلة الحي كله. في صحة تراجي. في صحة اللي كانوا بيدلعوه ويقولوا له يا رفي. عباس مين؟ العسل. عشان خاطري يا عباس ما تضربوش عشان خاطري. ماشي والف حمد لله على السلامة يا عسل. كله ماشي. هات لنا المشاريب على الترابيزة. البار لملم. مبروك الراب ده سبع البرومبا. هو مين اللي جه هو فين؟ وانا اترعتي ليا اقول له طلع يا انا يا هي. وانا كمان اراهنك لو طلعت الشارع ولقيت كلب واحد. عباس يا عزة. نعم زبون عواطلي. انت مش فاتح للعواطليه؟ منقوع صرم ولا منقوع براطيش؟ لا سفنجة. انا شريف سفنجة. بس اللي يشرب في خمسة باب لازم يدفع الحساب. دول كل اللي معايا يطفحوني كام هباب. يطفحوك اربعة دب ويبقى لك قرش ابيض. خليه على شانك. ماشي. سفنجتك فين؟ ادي اول دبل يبقى لك تلاتة. لا لا يا عيوني ده ما يتشربش هنا يتشرب هناك. ماشي ماشي كله ماشي. صحتك يا تاج راسي. انا بالنسبة للظروف السعيدة مديك الليلة يا جدع من الشغل. عايزك ترقصي لي انا وتغني لي انا. انا العسل ما يهمكيش منه دلوقتي ما يخوفش قطة. الليلة دي بقى عليها هتبقى درماغة. كله ماشي. نزل مشاريب للرجالة على حسابي. كل الرجالة والرجالة بس. الهفق لا. صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انسى انسى الحساب. في صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انسى انسى الحساب. في صحة خمسة باب أربع وانسى الحساب. انت نجيب لك مزاجك وانت نجيب لك هباب. مسك يا قص. يا تاج راسي يا تاج راسي يا مالي عيني. انت يا راسي انت يا راسي يا سيدي. انت يا تاج راسي يا تاج راسي يا مالي عيني. انت يا راسي انت يا راسي. يا مقطع السمكة وديلها و
راسي. يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت. يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت. يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتجرى مفيش منك وعقلك اكبر من سنك. يا عترة ياللي مفيش منك وعقلك اكبر من سنك. تعجبني يا فتوك منك حرك ودق رموس يا سي. وازاي بعديهم خايخ وشكله كده على طول. وحيد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك سلام عشانك يا واد زمانك اجدع سلام اجدع سلام. كابتن عباس تاج راسي واللي يحبوه ايوه بالقوي واللي يكرهوله نقه بالقوي تعال تعال ما اقولكش الاشكال العواطليه اللي زيك ما يعودوش هنا ما بين رجال الاعمال. الله ده انت دماغك خفيفه وسكرت بقى. لا انت اللي دمك خفيف وانا ليا مزاجة سياح. بلاش يا عباس عشان خفيف. ابعد انت ما حدش يدخل في النص. ماشي ماشي ثانية واحدة ثانية واحدة ما تقلقش جاي لك انا. ايه
تديني واحد سفنجة تاني. وادي واحد سفنجة. ايه ده؟ بتسكر لي يا عسل؟ هطلع كل الجاز اللي شربته على جتتك. اسم الله والحارس الله. كله ماشي. اديله مية. انت واقف ليه؟ مش بقول لك اديله مية؟ خد مية. لا مش هنا يا عيوني، هناك. ومن غيرك يا ابس يا كابتن الجو سنة كام؟ سنة 11. تعرف محمد؟ محمد أخو مصطفى. عارف. اديني مية، اديني مية. أقول لك انا كده هعورك بقى. نزل رجلك يا ولد عيب. نزل، قلت لك هعورك. انا طلب الاكل يا حبيب. هو قوله رجاله. تعالى تعالى، ما اقولكش قلتها وعملتها وخلصتني منه يا تجراسي. كله ماشي، اديله ميه. بصحه خمسه باب ومجدع خمسه باب ومجدع خمسه باب. انت نجيب لك مغاشه وانت تسف التراب. بصحه خمسه باب ومجدع خمسه باب انت تمز بغاشة وانت تزف التراب. 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 انت تمز بغاشة.
خج راسي تعالى 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 مرحب يا سيدي الرجالة مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي اسلمك مفاتيح قلبي اللي انت حركته في جنبي ونقلته من حاله لحاله غطيت على الكل يا عيني وصبحت دلوقتي في عيني تساوي كل الرجاله كل الرجاله يا سيدي انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عيني انت يا كل انت يا سيدي انت يا روحي انت يا عقلي انت يا كل انت 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 وتجرى تجراسي بيتك ومطرحك هو النور فين؟ طلع النور الله مش تقلع الاول وتستريح ربنا يجبر بخاطرك انا كده مستريح قوي طب اما اطفي النور بقى عشان اقلع انا لا 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 تقلعي ما انت قلع اهو هو في بعد كده قلع اقلعي بقى بعد ايه؟ بعد ما انزل انا تنزل وتسيبني يا تجراسي انا جيت الليله دي خمسه باب مخصوص وجيت معاك هنا عشان اسالك سؤال واحد ليه عملت فيك كده مش كده اظن هتقولي عباس هو اللي غصبك ها انا مش قد عباس وكمان بصراحه ما كنتش مصدقه انك تقدر تحميني عشان ما عندكيش نظر اصلك ما بتفهميش في الرجاله كويس انا يا تجراسي طب ده انا مسميني الفريزه فريزه فريزه تقومي تنزل عليها التخفيض من الرتبة الكونستابل للرتبة الصايع وانا اللي كنت عايز اكلملك المسؤولين عشان ابعد عنك ولاد الرافض دول طب وش معنى انا مش واخد بالي ما الشارع كله مليان ولاد ناس متبهدله ايش معنى هتسيبهم كلهم لولاد الرفضي وتكلم لي انا الساده المسؤولين عشان الساده المسؤولين بيبقوا دايما مسؤولين عن الساده اللي مش مسؤولين بعد اذنك منصور اطفي النور تعال ما بقولكش تعال تعال وعباس وصل اتراكي بيت اتراجي اتراجي ايه عايز ايه صباحي مبارك ايه ناموسيتك كحله على الصبح ولا ايه لا ده تجراسي هو اللي ما نايمنيش طول الليل لو طلعتلك وطلتك بايدي دي سلمتين واطلع لي وانا صحي لك الرزق ولسه هنا وهيفضل هنا على طول يا عينيا وانت استنى شويه لك عندي امانات موسيقى
يومك اهي وغرف 60 دهية. عايز كده تمام. استنى برضو عباس. انا اسف يا عباس، وادي اقول لك كمان عشان تحل عني. طيب اما وريتك انت وتاج راسك. انا سمع دوشه في الشارع ومش عارف انام. انت قد اللي بتنعر كده؟ انا ما اتكلمتش ولا حاجه. ده انا حتى صوتي من طالع من زوري. يعني دلوقتي مبحي صوتك يا سبع البرمبة؟ في حد تاني عايز صوته يتحبس؟ ولا يهمك منه، تعال يا تجراسي. انا عايز اشوف حد يتحبس صوته بس. تعال يا تجراسي يا رزق. يلا بينا. الله، بس عايز اشوف حد تاني يتبحي صوته. الله، انا مش عايز اسمع صوت في الحته دي يا جدعان. ما سبتنيش عليه ليه؟ كنت قطعته سلبه الصرمه. ينزرع زرع بصل. انت عايز الصراحه؟ انت ضفرك برقبته. تكلمي جد؟ ليله امبارح تشهد يا تجراسي. منصور. ايه؟ هسألك سؤال. انت عرفت نسوان قبل يا منصور؟ عرفت نسوان؟ النهار اسود ومنيل. ده انا مقطع السمكه وديلها. صدق يا تجراسي صادق، ده حتى السمكه قالت لي. تعالى تعالى ما اقولكش. طب مش لما نفطر الاول؟ معاك حق يا تجراسي، عن اذنك ديها واحده. بص شوف انا محضرالك ايه. بيض وزيتون وجبنه وزبده، انما ايه من اللي بيجيبوها العساكر من الكامب. والغدا بقى عكاوي وكوارع من اللي كلهم بحرير. الله، ده انت هتعلفيني بقى. والعشاء كونياك وحمام. وانا اكل وانا ايه؟ مش عايزه منك غير كده يا تجراسي. وهتكسيني طبعا، وهتهندميني وتهندزيني، وهسكر في 5 باب من غير حساب، واطلع فرد على اولاد الرفضي. طبعا يا تجراسي، مش كابتن الجو كله. لا انت فهمتيني غلط، انا مش منهم. يا خبر، مش منهم؟ انا لا مؤاخذه عواطل محترم. ومحترم ده يعني ايه؟ يعني ماليش في نظام. ودلوقتي اتفضلي قدامي على بيت انا. وتوب اظن انت عايز تفضحني. افضحك؟ خلاص انت حره، بس انا بقى مش لاعب. لا انت باين عليك سكران من ليله امبارح. طب اذا انا طوعتك واتقطعت لك هتصرف عليا منين؟ من عرق جبيني احسن من عرق العافيه. وهتشتغل ايه بقى؟ فرحني. اهو هتهب في اي سبوبه ان شاء الله، حتى اشيل زلط. كان على عيني. ما اقدرش يا منصور. طبعا اصلها حاجه في الدم. مظبوط، هي حاجه في الدم، لكن مش زي ما انت فاهم. طب ما تفهميني يا اختي، منك نستفيد. منصور، انا استجدعتك ومسترجلاك. انا سمعت الكلام ده من ناس كتير قوي، لكن انا مصدقك انت. عشان كده هاخدك اوريك بعينيك. وحشتني يا حبيبي، وحشتني يا ضنايا. انت اللي وحشتني قوي يا ماما. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ انا سمعت انك بتقدر تقف وتمشي كمان. ايوه يا ماما، بس مش قوي. معلش يا حبيبي، بكره هتمشي زي الحصان وهتلعب كوره كمان. بس تسمع كلام الحكم. انا ما بعيطش لما باخد الحقن. يا روح قلبي. واخبار المذاكره والعلام ايه؟ الحمد لله، الأبلة مبسوطه مني، جايب احسن نمر. يا عناية، تبقى تستاهل على كده هديه كبيره. بس انا ما قدرتش اجيب لك غير الشوكولاته دي وارواح. يا ماما، انا عاوزك بس ما تسيبينيش وتمشي. انا عايزك تقعدي معايا نضحك ونلعب سوا. كان على عيني يا ضنايا، بس اصل انا عندي ميعاد مع الجماعه اللي قريب مننا العزبه، وكمان السواق مش هيقدر يستنى اكتر من كده. لا يا هانم، انا اقدر استنى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي منصور. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي عزيز. ازيك عزيز؟ ازيك يا منصور. عامل ايه؟
هيحوق معايا نظيف. اديني واحد ميه نار يا جدع. انت ما تكبرهاش، امال كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ اي نعم انا صعب عليا الواد وحبيته، لكن ما اقدرش ما اقدرش. اديني كمان واحد ميه نار. البت دي عمرها ما ورت راجل طريق ابنها، يعني لما تاختك هناك تبقى بتحبك ومستجدعاك. مستجدعاني تقوم تشغلني كابتن؟ طب وايه يعني؟ طب ما انا بكابتن ويا ما كابتنت. انت اصلك راجل كله ماشي، لكن انا ما كابتنش. يعني انت لا منك ولا كفايه شرك. انت عارف مصاريف المعهد اللي فيه الولد ما يقدرش عليها غير ولاد الاكابر. ولاد اكابر ولاد رفضي. لا بس كله ماشي، انا ماشي. مع السلامه يا منصور، ولو انك خساره. انت عايز الصراحه، انت اللي خساره. يا ناس يا ناس ما تتفقوا، ايه رايك لو تابت يوم واشتغلت يوم؟ تشتغل يوم وتتوب يوم يعني ايه؟ انت فاكرها تاكسي يا جدع؟ انت هدشك بنوره في نفوخك يعني؟ لا يا تجرسي تعدمني بلاش. يبقى دشك انت في نفوخك عشان ما حدش يبص لك وانت من غير نفوخ. تدشها تدشوا عن اذنكم. اخ لو بس الحظ يضرب معايا زي عزيزه اللذيذه. مين عزيزه اللذيذه؟ عجبت وكيل دايرة كفها من مجاميعه وبقى هو وبس. يعني انت قصدك تبطلي قطاعي وتشتغلي جملة؟ اهو كده مظبوط. ايه رأيك يا كابتن؟ ايه قلت ايه؟ لا برضو لا. خلاص يبقى مفيش نصيب. مع السلامة يا مصور. وحشينا تراجي. منصور منصور اتفضل. 50 جنيه بس يا مفتري. انا كلمك عشان نعرفها قديمه بس. الله يخرب بيت دي معرفه. طب اوضه النوم؟ اوضه النوم ما تلزمنيش، انا عشان معزتك عندي ادي 50 جنيه كمان اهم. لا لا كسلك في الاوضه اللي نحابي فيها ايه؟ لا دي مش للبيع، دي بتاعت المرحوم امي. بتنزل البيت. ورد من غير شوك، أنا في غاية الشوك. بس على أول الليل أنا مش فايقالك، حل عني. الله، هو مش منصور خلع؟ إيه رأيك؟ أفرقع سميرة ونعمل حركة تنقلات. يا شيخ اتنيل، يا شيخ اتنيل ما بقاش إلا أنت كمان يا فشنك. كله ماشي. واخرتها يا تراجي يعني هتكون ايه؟ زي اولتها. يا ستي يا ستي اعملي معروف، اعملي معروف زيحي من ورا ظهرك وروقي. اروق؟ عايزك تفرفشي تضحكي ترقصي تغني. اضربي الدنيا 60 صرمه، دي ما تسواشي. الدنيا دي كتابة، الدنيا دي كل حل فيه كله ماشي. ما
ماشي كده هو تعجبيني بصيلي انا تلاقيني جت عسلي جت طحيني عمري ما حبك تهاجي عمري ما حبك تهاجي وماشي ماشي 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 هنشكي لمين يا اخويا والناس مدهونة مدهونين. طب ماشي 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 انا هو بدل اخوكي وبدل امك وابوكي وعنيا بيشيلوكي بالنضارة الطشاشي بالنضارة الطشاشي ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة نضربها بالطبنجة نضربها بالكمانجة هنعيشها رنجة مانجة وهيشة وكله ماشي كله كله ماشي نضربها بالطبنجة اسبت بري خواجه كرياكو فصل عشرة جنيه حته واحده دي عمرها ما حصلت في تاريخ خمسه باب تعال اديله تعال ما اقولكش خفاقك كرياكو ياكو الى انا الى انت اتينا ومعلمين اتينا تينا كرياكو بتاعنا سافا سافا ما انجليز يعني كسر لي حجراتي اللي يخبيني ايفا بالقوي يخف اللي مش يخبيني يغر ويخفى يخنفر ويخفى يخنفر ف... انا عايز سلام انت لسه شفتي خدع انا كرياكو بتاع كله انا هجيبك قوي وانا كمان هجيبك قوي انت بتعمل ايه انت استنى انت خليك زي ما انت كده زي ما انا كده ايفا انا كمان استنى زي ما انا كده اهو ده بقى اللي عمره ما عرض عليا طب ازاي ايفا انا كرياكو مش يخيب ومسخره
مش تخبوا مسخرة؟ إيفا أمال تخبوا إيه؟ أنا خبوا خنان. خنان؟ إيفا أنا خنان، حبوا خنان، هو ده بس أنا أقدر عليه. براحتك، خنان خنان. طب وعايزني حن إزاي بقى؟ إيفا لك طريقة؟ إيفا إيفا إلا ده إلا ده إلا ده، أنت تعالى، أنت اقعد هنا. هنا ايفا انت اقعد هنا اهو. هنا انا اقعد هنا. انت ملتو ايدك زي انا كده كده. ايفا واخد نسرجي مرجي، انت خكيم ولا تمرجي؟ انا خكيم سخا، العيان اديله حقنه والمسكين اديله لقمه. هنا يلك خواجة. انا افضلت طول الليل اعمل خنان كده. واخد ننسرجي مرجي، انت خكيم ولا تمرجي؟ بس كده؟ لا واداني كمان 10 جنيه. بص 10 جنيه دي بضيف لك الليل. الليلة وكل ليلة ده عرض مستمر، ده هيجيني يوم بعد يوم. يوم بعد يوم؟ اه 15 يوم كل شهر ب 10 جنيه، يبقى صفر معانا واحد. يبقى اصل انا كنت زمان مدرس حساب. بس لو ما كانش منصور مشي اروحلوش البيت اقول له على حكايه الحنان دي، يمكن يوم كله ماشي. وماله كله ماشي؟ كله ماشي. لا 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 لا، وحياه امك، بالنسبه لك انت مش كله ماشي. على مهلك يا عسل. رايحه فين؟ اوعى انت مالك، عايز من ايه؟ انا سمعت ان الخواجه نغنغك فلوس. وانت مالك انت؟ لا ما انا خلاص سامحتك وحنرجع لبعض تاني. بامره ايه؟ بامره ما انا رجعت تاني كابتن الجو كله. اقلب المعلوم. مساء الخير، انا الرزل. منصور حبيبي يا رزل. مش وقت حب دلوقتي، ما نشوف العسل. الحمد لله على السلامة يا كابتن. وحشتك انا مش كده؟ سيبك منه ما تعكرش دمك، تعالى تعالى. ما اقولكش ده انا كنت جايه لك باخبار، هي اللي هترجعك تجراسي. بالاذن يا عسل. ماشي يا عسل. يعني انت متاكده ان العمليه حنان وبس؟ عيب بقى، ده انا حلفت لك بشرفي. الخواجه ده لو لعب بديل وانا هضربه. لا من الناحيه دي مفيش، المهم انه يكفينا من مجاميعه. طب وانت لو لعبت بديل؟ ما تخافش، الخواجه اتفق معايا ان معرفش حد غيره، يعني خونه. ما تخنهوش هو وانا ما يهمكيش ولا ايه؟ لا اطمن، انا مش هخونكم انتوا الاثنين غير معاكم انتوا الاثنين. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا حبيبي، تفرح وتنبسط وتحبني، بس ساعة ما يجي الخواجه ما تكونش موجود. لا انا متاكد من الحكايه دي قوي، طمني. يعني كده يبقى كله ماشي يا تجراسي؟ اقلب المعلومة الاول. حقك يا تجراسي، اتفضل. ادي العشرة جنيه نقطة، وادي العشرة جنيه الخلعن. كده يبقى كله ماشي. صباح الفل، كله ماشي. صباح النور. تعرف انك انت وحشتني؟ كلاميرا خواجة كرياكو. ما تعملهمش عليا، ما انا كنت زمان خواجه. لا انت الظاهر تقلت في الاصطباح. ما تخافش انا ما قلتش لحد. ولا تحب اقول لها؟ لا 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 لا، عملت معروف سي كله ماسي. للدرجه دي بتحبها؟ اديني خميتها وتوبتها من غير ما تحس. وتفتكر الطريقه دي هتنفع؟ مؤقتا. أنا أصلي بجيب رجلها واحدة واحدة. أنت راجل لازم تبعد عن الجو ده. يا منصور، يا منصور أنا عايز أقول لك حاجة. هي مش غاوية. دي بتعمل اللي بتعمله ده علشان تلم مصاريف علاج ابنها. ولما الواد يخف ويطلع ويلاقي أمه في الحوض المرصود، مش يبقى الموت أهون له؟ آه، عندك حق. أبوه فين؟ مات في الحرب صحيح؟ زي ما هي بتقول. ابوه كان بيشتغل سواق في الجيش الانجليزي ايام ما انا كنت بشتغل في المدفعيه. فين؟ في المدفعيه. يا اما تصطبح تقول يا صبح بقى. طب فوت دي. كان سواق راجل،
تراجي بقى ورثه الكار الزفت ده عن الغاليه. الغاليه مين؟ امها. لكن سابت ده كله واتجوزت السواق. يعني زي ما قالت لي بالظبط. لكن يا فرحه ما تمت. الراجل مات في الحرب وساب لها الواد بيحبي عنده سنتين قد كده. الباقي انا عارفه. المهم دلوقتي الواد يطلع الى امه شريفه زي ما هي فاهمها. طب ازاي؟ عن طريق كرياكو؟ مفيش قدامنا حل غيره. طب وبعد كده؟ يبقى حلال في حلال. المهم دلوقتي ان تراجي ما تعرفش غير اتنين بس من ليله امبارح. انا ولانا. انا اصلي كنت في ال كرياكو حبيبي الحمد لله. بس خنان خنان الحقيني بسمعت خنان كده على ودنه. يبا لسان انا مخروم. يا مصيبتي انت مخروم. يبا مخروم الخنان. طب يلا يا تجراتش انا جاهزه حلنا اهو يلا. نو 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 مش لعبت لعبه خنان دي النهارده. اخ يبقى دخلنا في اللازي منه. النهارده لعبت واخد لعبه خنان تاني. انتوا مسكتوا دي فجوره. ايه دي فجوره؟ انت مسكت واخد صوره. دي لعبه خرفانه. إيه فتح عينك تاكل ملبن. إيه فتح ملبن تاكل عينك. هني هب هني هب هني هب. فين واخد الصوره؟ فين واخد الصوره؟ اهي الصوره. يوكسك خواجه. اما خواجه مفنه صحيح. لكن على مين؟ بص كسبت لك منه 15 جنيه. حلو. بس انا كنت عايزه اقول لك حاجه يا تجراس. ايه؟ نفسي 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 فستان وجزمه دبابه. ايه؟ فستان وجزمه دبابه. نبي تسلم لي يا تجراسي. بس الفستان يكون حجم. ايه رايك يا كرياكو في الفستان ده؟ مش يجنن عليا؟ ايفا إيفا خلو كتير. وحياتك عندي يا كرياكو وحياتك عندي. دفعت فيه 25 جنيه. نعم؟ حتى ما كانش معايا ادفع، خدته على الحساب. أنا ميس كروديا وميس خيبو استقراض. إيه اخص عليك يا كرياكو، يعني أنا حرامية؟ أو برضه حبيبي خناين، أنا مش قصدي. أنا قصدي خرامي هو صاحب مخيل بتاع فستان. حبيبي خناين امسكت فلوس. حبيبي يا خناين يا مخروم. علي النعمة الخواجة ده طلع جردل. تجراسي انا كنت عايزه اقول لك. عايزه ايه؟ لحقت قمت فرتكه مصروف البيت. لا ابدا، بس اصل زياره عزيز بكره و خديهم كلهم. حبيبي يا تجراسي بس ده كتير قوي يا ستي. شي جردل بيخور. حبيبي تسلم لي يا تجراسي. ده انا هشتري له السوق كله. ده كرياكو هيخرب بيتك. بسم الله. العمليه كلها 100 جنيه وهم بتفرتكوا قدامك. طب ما تخلي منصور ينصحه عشان يلم ايده شويه. منصور ما يقدرش. ده تراجع ترجع تاني للعوايده القديمه. ولما كرياكو يفلس يا كابتن منصور هيعمل ايه؟ قلت لي بقى هيعمل له ايه؟ ايوه ايه؟ مش عارف. ما تتفضل يا كابتن تانس معانا. ابويا قال لي ما تقعدش مع العيال الوحشين. بالعكس ده احنا رجاله وحلوين قوي. بس انت بقى بصراحه مش حلو معانا. يعني ايه؟ عاوزين اصول الكابتن. كابتن الجو لما يقع على صدى تقيله يرش على الصبيان. طمعانين في كرياكو. ايه رايك؟
تبيعوا؟ أبيع مين؟ الحمار. أهو أنت كله ماشي يا منصور، كله ماشي. ده أحسن لك، بدل ما أنت بتقلبه 10 في 20، خد لك في مبلغ مقطوع وسيبه لنا. أسيبه لكم تعملوا فيه إيه؟ ننك فريش وزي ما احنا عايزين، على مهلنا بقى. انا ده انتوا اكنكم بتنتفوا ريش انا بالظبط. انت ما تعرفش قصدك الخواجه ده عزيز عليا قد ايه. يا كابتن الجو خلص ويخلص، بدل ما انت معطل تراجي يعني في اعظم نور افتح نفخه يا سيدي. طب بلاش البيع يا كابتن، ناجره. فاضي ولا مفروش يا اخويا؟ لا، ليله واحده بس نلعبوا فيها برتيتة قمار. يعني بدل ندفن ريش واحده واحده يبقى دبح مره واحده. لا يا اخويا انا ما عنديش خواجات للايجار. طب سالف. اسلفكم خواجه بالفايز طبعا. ازاي؟ هترجعوا لي وعليه تلميذ من زبائن سميره؟ ما هو انت لو ما خدمتناش تبقى قتلته. ولا انت ناس ان الشارع خاطر بالليل؟ يعني ما تخافش، خافش. بعد ما يتقتل حقك حيوصلك لحد عندك. بتقولي فيدي كمان كله ماشي ولا يهمك؟ بسيطة، لما يجي الخواجة خليك معايا ما تسيبوش. فكرة، احسن فكرة. ازيك يا فايتاني دي؟ بس اوعي تجرأش تقول له اللي بيني وبينك، لحسن ده بيغير. لا ما تخافيش، انا مش هكلمه خالص، انا هحرسه من بعيد لبعيد. تسلم لي يا تجرأش، مين غيرك كان هيحرس لي البضاعه؟ بضاعه؟ انما ايه، مستورده. عايزه تفهميني يعني ان مفيش 5 سلطات بينك وبينه؟ عايز الصراحة ولا هتغير؟ غير. هغير من مين؟ كرياكو ده فردة نايمة. في الحقيقة أنا استريحت له وقربت أحبه. نعم يا أختي، عشان ما شغل بره يعني ولا إيه؟ أصله في حاجات كتير قوي منك. من أنا؟ مفيش جاب لي جاب. هو بتاع حنان لكن انا بتاع كله. لكن عجبني ودخل دماغي. انا بقى هكسر لك دماغي. لا لا يا تجراسي، لا 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 يا تجراسي، ده انت الكل في الكل. حنان ايه ده، المهم في المهم. وانا المهم. شغل مصر أبرك مش كده؟ ايه ده يا اخي، انت رايح فين؟ اتفضل. ايه ده؟ ما تكسفنيش يا عسل، ده تمن الدخان. متشكر. ده عسل. اللي اقول لي يا عسل، الفيلا دي ايه؟ والست اللي دخلت دي جايه ليه؟ ادي 1 2 3 4 5. وخميس يا حبيبي، ولسه كمان اقدر امشي اكتر. عارفه يا حبيبي، بس كفايه كده يا ضناي عشان ما تتعبش. ماما هو لا. السواق ما جاش معاك ليه؟ وانت كنت عايزه يجي معايا؟ ايوه، اصلي حبيته قوي يا حبيبي. حاضر يا حبيبي، المره الجايه ان شاء الله هجيبه معايا، اصلا انا عارفه هو بيجرش فيه. يا ريت يا ماما، يا ريت. ماما. نعم يا حبيبي. هو بابا كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل مدير شركة عربيات نقل. يعني هو مش ممكن السواق يبقى مدير شركة عربيات نقل.
ممكن قوي يا حبيبي، ممكن قوي. الحمد لله على السلامة يا عسل. انت واقف لي كده ليه على عتبة البيت؟ يعني انده لك الرزق؟ انا بس عايز اطمن، ازاي يا عزيز؟ عزيز؟ وانت شرفك بعزيز؟ انت فاكراني حعتايك ولا ايه؟ تحب اخد العمشه وصديقه الطلبه ونعمات ونروح على المعهد اللي انت عامله فيه ست هانم ونزفك زفه قبها ونفهمهم انت ايه؟ انا في عرضك يا عباس، ابوس رجلك يا عباس. ما كانوش بعد كده يدخلوك من الباب وابنك يرموه في الشارع. انا مستعد اعمل اللي انت عايزه، مستعد اسيب منصور وارجع لك. لا يا فتاحه بلاش حداق، ما توقعينيش مع الرزق. منصور ما يعرفش ايوه حاجه، وانت من سكاه تديني النص بالنص، نص اللي بتقلبيه. حاضر حاضر، بس ده كتير قوي. تحطي فيها حاجه من عندك، ما تعلقيه من الخواجه. حاضر حاضر. هو كرياكو المسكين ده هيصرف على مين ولا على مين؟ يعني الحق عليا اللي قلت لك. عندك صابونه؟ ليه؟ عشان تبقى تغسلي هدومي من الدم اللي هيبقى للركا. انا هنزل عباس. لا يا منصور، انا هخلي الشارع ده سلخان. يا منصور ابو سيد، ابو سيد ماشي يا منصور عشان خاطري. تعلم يا منصور، يعني يرضيك كابتن الجو ويسكت على كده؟ لا، انزل اضرب عباس عشان يوقف علاج الواد. انت بتعرفش ان الواد ده هو كل حياتي؟ ده انا بقطع من لحمي حتت برميها لكلاب السجك عشان مين؟ بتذلل الليصة واللي ما يسواش عشان مين؟ مش عشانه هو يا منصور، مش عشانه هو. ماشي يا ضرابي، ماشي سلام. سلام. مع السلامة يا نزيك بيه. ناقص غرامات تاني انا كمان. قال يعني ناقص انا. اي تراجي جايه ومعاها فلوس الخواجة. قطيعة تقطع وتقطع سنينه. تكلميش كده على الخواجة. هريت وحنان ما دفعش غير العشرة. قابلني عباس لها في نصهم. انا عارفة الراجل لما يقربط ايده يبقى يا فلس يا زهق. شوف حرام عليك ما تتكلميش على الخواجه كده، فلا الله ولا فالي. ده قال لي كمان انه مسافر. بقول لك ايه، اخموش واشتغل. نعم. قطعي كده على خفيف وانت سالي بدل ما انا بطاله. انت مش عارفه ان احنا مرقومين؟ افرض اي حد فتن علينا. طب ما هو كمان كان لازم يفرد ايده شويه، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اسرق؟ لا ما تجيش. بقولك ايه، ما تخافيش، اكيد الخواجة عامل حسابه وهيرجع لنا. من بقك لباب السماء يا تاج راسي. اما قوم بقى اطمن على الطباخ احسن، بيقولوا امبارح اتعشى من عند الكبابجي. شاف شرطك المهببه على العمليه هتبرم مني. انا قلت لك امسك ايدك، ما قلتلكش صفر الخواجه. الفلوس قصرت، وكمان عباس ما ياخدهمش. عباس ماسك تراجي من ايدها اللي بتوجعها، يعني الخواجه لو ما جاش تراجي هتضطر انها تجيب له فلوس من اي حد تاني. يبقى الخواجه لازم يرجع بسرعه ويرجع مليان، لكن ازاي؟ كمون يلا 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 موف موف كمون كمون لا يهد حيلك يا خواجة. يو وات ديد يو سي؟ لا انا قصدي على خواجة تاني، انما انتوا ربنا يخليكم. سلو بنور تودع اهلك. صبح بالليل هو غايب، والله عايب ده عمره ما عملها. ما تقلقيش يا تراجي، الغايب جيته معاه. اه يا اخويا اه، طرمخ عليه طرمخ طرمخ عليه يا اخويا. ما تسرحي منادي، يقول كابتن تايه يا ولاد الحلال.
اطلع من نافوخ السعادة، انا مش فايقالك. ما تجننيش. انا اللي نفسي اتحققلي. زمان الكابتن بتاعك بيكابتن دلوقتي على واحدة تانية. طب تقول ايه؟ امال ايه؟ وتلاقي الخواجة مسافرش، انما تاج راسك بتاعك تليه خدهولها معاه. كل يوم من ده يا بصل. كنت فين لحد دلوقتي؟ تراجي؟ لا، اسمها ايه بسلامتها اللي كنت عندها لحد دلوقتي؟ ده اللي كان ناقص كمان. اسمها ايه دي؟ معرفش. اسأل روحك وانت جاي مش قادر تصلب طولك. لو حتى ما تريفيش من اللي حصل. لا، اصل ما بضربش الرمل يا تجراسي. انا بقى ضربته. الرمل كسرته حتت، قطعته. استنيني بس وانا احكي لك ايه اللي حصل بالظبط. خش، ما تاكلنيش القوانطه. رمل ايه اللي كنت بتضربه؟ معلش معلش، الجهل وحش. انت اصلك ما تعرفيش الرمل افتوت النقر. ولا عمري سمعت عنه. الرمل افتوت النقر بتاع جبل الدراسه. يو ما فينا الجو برضو زي هنا. عارفه يا تجراسي عارفه، بس انت بسلامتك اللي وداك هناك. مصلحتي كان خوناني، قلت اروح ادور على الخواج يمكن حاود على هناك. يا حبيبي يا تجراسي، ولقيته؟ لا ما لقيتوش. فوقعت بقى في الرمل افتوت النقر فتحداني، وانت عارفه بقى لما حد يتحداني. رحت قايم قلت له يا واد يا واد. سلامتك يا تجراسي، بعد الشر عليك. بس هلبت بقى، هلبت من الصبح لحد دلوقتي وانا بضرب فيه. يا حبيبي يا تجراسي، وانا اللي شكيت فيك وكنت مخوناك. معلش انا مسامحك، بس سيبيني بقى عشان انا عايز استريح. خسارك يا تجراسي، انا مشتاق لك قوي طول النهار، وحشتني قوي. معلش بس وحشتني قوي طول النهار مشتاق. ما اصل انا تعبان وعايز استريح. انت مش شايفه الشكل عامل ازاي؟ هي بقى كنت مع واحده تانيه. يا دي النيله المنيله بنيله، وادي النور. تعالى تعالى، ما اقولكش. الله يخرب بيتك يا الرمله افتوت النقر. ايوه يا خواجه. يلا شغل شغل. حاضر حاضر يا صاجن، ما تزعلش، كله ماشي. كله ماشي يعني ايه؟ بقى انا يتخطف مني تجراسي واقف اتفرج؟ يا ستي امبارح كان بيضرب الرمل، مش جايز النهارده بيضرب الولع. ده انا عملت كل حاجه عشان ارضيه. ده انا بطلت كاري واشتغلت حنينه. منصور كمان بيحبك، واكيد غيابه ده له سبب. له سبب؟ اه. طب قول لي ايه هو بقى السبب اللي يخليه ينط من الشباك؟ بقول لك ايه، لو كان في سبب يبقى انت عارفه كويس، لان منصور ما له صاحب غيرك. لا لا لا، انا اصلا انا ما مش... ايوه ايوه، اتلجلجت ومش عارف تنطق. ما تقول انه لف على واحده تانية يا سيكولو. ماشي قول. لف على واحده تانية ايه انت الاخرى؟ الله، هو يعني فتك للدرجات دي؟ لا، هو من جهه فتك، هو فتك. منصور ابن حلال وطيب ومفيش زيه كتير، لكن اهو طلع زي كل الرجاله وخلع وسابني، وكرياك وسافر، وعباس بيقشطني اول باول، وملعون ابو الكل. انا من الليله دي هشوف نفسي واشتغل لابني. انا هرجع الكار. انا صحيح عايشة، لكن انت شايفه اللي انا شايفاه؟ يا دي البخت، احنا ما صدقنا انها هيمدت.
جميل انت راجل ادوب في الدباديب. ما يلا بينا يا جميل. ابعد عني نفسي مش جايباني. الشارع نور من دون كلوبات. او كده بلاش قلة عقل وارجع لكارك وجوك. انا صحيح اتحكم عليا ورجعت للكار، بس مش هرجع لك انت يا عباس. معلش ده اولكش، لكن مسيري هرجع تاني اكابتن عليك وارجع تاني تاج راسي. بقولك ايه، انت مالكش عندي غير المعلوم وبس، تاخده وتحل عني. احل يا تراجع. بس في ايه كبسة؟ لا خيزي وصل من اسكندرية. طيب خمستين ورجع. يلا بينا. ده هي تلعنك انت وبكار في يوم واحد. راتلي الكلاب بكام؟ مش كله، البلدي بريال والارمانت اغلى شوية. طب سوينا اتنين ارمانت على ما نرجع لك، بس ما يكونوش عضاضي. هوا هوا. اتفضل. الف جنيه عشرات. عشرة على عشرة دي لا ممكن تفرق عن السليمة. وانتوا والحداقة مشوها بين السكارة، واني هنقبض في الالف السكة 500 سلام. يعني النص بالنص عسل، ولما نوزع دول تجيب لنا غيرهم والعملية تمشي، واني بقى الليلة دي هنسهر معاكم كأن زبون وانتوا صيدني، وانا الليلة دي هدوقك احلى فاكهة في السوق كله. حبيبي يا عبس خش على البلوزة يا لوزة. صفلك بعراض. صباح القشطة يا صاحبي، ازيك؟ ازيك يا اخويا؟ يا عمنا. ايه ده؟ انت راجل فينا متشيك؟ انت ليه موقفك كده؟ غرب حماري رجعت الكاري. الا على نعمة انت ضربتي في مخي. من عمايلك يا بتاع النقر. انت راجل انت اصلك مش فاهم حاجة خالص. انت اللي خالص من ذمتي. ابقى ابعت خد هدومك. بس انت ما تجيش. هي حصلت للدرجة دي؟ عن اذنك ما تعطلنيش، دي ساعة شغل. جوني جوني تعال يا جوني. منصور ما تعطلنيش، دي ساعة حظ. انت فين يا ادل عماد؟ اديني واحد زفت. كله ماشي. ما تقولش كله هبات، انا اللي ماشي، مش راجع هنا تاني. وتسيب تراجل البهدله والعباس؟ هي اللي حكمت علينا بكده، الصنف ده عامل زي شريب الهبهب، عمره ما يتوب. والله يا اخي انت اللي غشيم حريم. اسال مجرب، انا مدوب تسعه. يا عم تسعه ايه بس؟ ما تبطل مزع بقى. طب فوت دي معلش، خد واحد كمان. انا هفضل اشرب لغايه ما تنقلني من هنا على الدكتور، بس اتنقيه بيطري عشان يخلص عليا. انت عمال تهري وتنكت ليه وانت اللي غلطان؟ ما رجعتش الخواجه ليه؟ ارجعه ازاي قبل منصور ما يشتغل عشان يسلفه؟ انا اسلفك تسلفه؟ ما انا كنت زمان في بنك التسليف. واسدد لك منين قبل ما اشتغل؟ لازم اشتغل عشان اسدد لك ديونك، واذا اشتغلت هتفتكرني بكابتن على واحده تانية. يا اخي ابوس ايدك واعترف لها بالحقيقه وريح نفسك وريحني معاك. بعد ايه؟ بعد ما خلاص نزلت الشارع وادي هدومك كمان 60 داهيه، مش عايز اشوف وشي. منصور منصور حبيبي، منصور منصور حابس الشر بره وبعيد. اتفضل يا سي خنزير. ايه راح فين؟ اتفضل. احنا اللي نعملوهم ونخيله. ده ده كله، ده ده كله. انا مش قلت لك ههنيك؟ خد يا موزه وهاتي لنا المهزه. ما كانش ينعزه.
بنقول لك ايه؟ انا ما نحبوش نتاخده على السريع، انا نحب المزمزه ونعشق الازازه. اسمع عباس، انت تاخد الخنزير بتاعك ده وفي 60 داهيه والمركب اللي تودي. يلا غور. الله 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 يا عبس، ما تفهم الموزه يا عبس. اللي ما تعرفك تجهلك. داسي خنزير يا بت، وانا بهديك بيه من دون البنات كلها. لكن انا متضايقه دلوقتي. الله، هو انا مش بلعب ولا ايه؟ جرى ايه يا ام عزيز؟ حاضر حاضر يا تجراسي، اقعد اقعد. اتفضلي. انست جايب معاك ايه؟ ده احنا هندوقك ونروقك ونفك دقتك. كوبايات عبس جاهز. والله زمان ومن فات قديم. خدي خدي طينيها الليله. بلاش انا، اشربوا انتوا. وبعدين يا ام عزيز. حاضر حاضر يا تجراسي. وكمان افتحي لنا الشباك، انا اصلي نحبوها على البحر. بس ما تلمسنيش، ابعد عني ابعد عني ابعد عني. اطلع بره اطلع بره اطلع بره. الخنزير ينطرد من بيت واحده زيك؟ ما تعالى يا بيت امال. اوعى تقرب مني، ما حدش يجي ناحيتي. اللي بتعمليه ده مش كويس عشانك يا ام عزيز. لو كان على قطع رقبتي يا عزيز، انا برضه لحم ودم. طب انا بقى هفتح الدنيا واخد الواد وافرج الدنيا عليك واعرفهم وتبقى ايه. ان شاء الله تولع الدنيا حريقه. انا وابني مناش على ربنا وهو اعلم اللي احنا فيه. يطلع بره بره بره. فو كله ماشي كله ماشي كله ماشي. انا فاكرك في البيت. مش عايز ارجع البيت، مش عايز اشوف حد. خلاص ما بقتش سايقه، مش سايقه حد، مش سايقه اشوف حد. خدني عندك خدني عندك. الليله دي كله ماشي. طب بس 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 خدني عندك. اهدي اهدي اهدي. تعالي 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 يا حبيبتي. تعالي تعالي وهدي نفسك كده اهو. انت تبقى كويسه. خلاص عرفت عرفت من كل حاجه حتى من نفسي. يبقى ما تغلطيش نفسك، انت بتحبي منصور. منصور طلع خاين زي كل الرجاله. منصور بيخرج الصبح يشتغل عتال في الجيش الانجليزي. كله ماشي، ما تكذبش عليا انت كمان. اكذب عليكي؟ انا اكذب عليكي يا تراجي؟ ده انا مربيكي بايديا دول، ده انا في مقام ابوكي. لكن انت بتعز منصور. ايوه بعزه، انما مش ممكن اغشك علشانه. انا بعزه علشان راجل، علشان جدع. منصور هلك علشان يجيب لك فلوس بعرق جبينه، انما اللي زعله منك انه لقاك هترجعي الشغل تاني. صحيح يا كله ماشي. ايوه صحيح يا حبيبي يا منصور. طب هو فين دلوقتي؟ رجع بيته الاولاني؟ انا رايحه له دلوقتي. استني استني بس للصبح، الدنيا دلوقتي ليل والشوارع كلها عساكر بوليس وسكارى وصيعه. والله لو في العفاريت الزر انا رايحه له دلوقتي. طب استني بس. ايه في ايه؟ منصور هنا. قلت لها ليه؟ ما كنت سايبها تافع على المشوار. تجراسي تعبت. أنا في معرفتكم. الله مين هناك؟ ما تحركش. الله ضيوف يا عسل. Thank you.
بينا. انتوا مين وعايزين ايه؟ عايزينك انت يا عسل. لكن انا ما اعرفكمش. الكلت اللي خلص عليك. هات السلسله دي. الحقوني ادي له واحده. سيبه مين معاك؟ يلا بينا. داخل ليلة حنبات فيها هنا من بكرة الصبح على بيت هنا. طب بس حنعيش ازاي؟ من شغلي وعند بقى بالسحطوط لغايه ما الاقي شغلانه احسن. وانا ملزم بعزيز. اخ بس لو معنا قرشين متجمدين نبتدي بيهم مشروع ولا تجاره. رب كريم يدبرها بمعرفته. احلى صباح لاحلى كابتن. انت عايز ايه على الصبح؟ ده انا هشرب من دمك. هي قالت لك معلش انا غلطان، لكن ما عملتش الغلطه دي الا بعد ما خلعت انت وهي رجعت لشغلها. يعني انت عايز ايه في نهارك الاسود ده؟ عايز اصلح غلطتي. عايز اصلحها حل عني. يا جدع افهمني بس افهمني. انا جايب لك قرشين اللي هم تاني عايز تقرطص لي وتلف على طراجي؟ اعدم شرفي. لا دي فلوس سك عايزين نمشيها في السوق. فلوس ايه؟ فلوس سك عايزين نمشيها في السوق. مبلغ كبير يعني؟ انا ما بشتغلش في الهاي. النص بالنص. حديك 1000 جنيه واستلمهم منك 500. ماشي يا عسل. سعادتي بالمأمور، انا جاي اخلص ذمتي من المباحث. في ايه؟ اصل كل نصيبه تحصل في الحته يتموها فيها يا سعاده البيه، وانا راجل بريء باكل امتي بالحلال والشرف. دلوقتي يا بيه في فلوس سكه هتنزل السوق، واللي هيوزعها منصور اللي كان كومستابل ورفضتوه كده. طيب شكرا، روح انت واحنا هنتصرف. ربنا ينصرك ويقويك، ربنا يلاقي الحكومه. مساء التمام وكله تمام. انت عوقت كده ليه؟ اه يا ما انا خايفه من الشغلانه دي لا تهد حيلك. لا ما خلاص بومبا سبتها. ايه لقيت شغله تانية؟ لا لقيت خواجه. والنبي. اه ولقيته بيقبض من الانجليز 1000 جنيه. يا لهوي وسبته يمشي؟ اسيب مين؟ جرجرت رجله طبعا، وهيجي بيهم 5 باب وانا اللي هاكلهم منه. انت ازاي؟ هو له نظام تاني غير الحنان؟ الحنان بتاعك ده مش هتطلع منه اكتر من 50 جنيه، 100 جنيه بالكتير، لكن انا بقى هقتله ولا هفهم منه. يا لهوي يا منصور لا، ما توديش نفسك في داهيه. ما تخافيش انا مش هسيب عليا اي اثبات. كرياكو هيجي الليله دي 5 باب، انا مش هكون موجود. كل اللي تعمليه انك تسكريه لغايه ما تعميه، ما تجيبوش على هنا بقى، سيبيه يروح. طب وانت هتعمل ايه؟ انا هكون مستني على الناصيه، وفي 5 دقايق هتكون العمليه فينش. لا لا يا منصور، انا قلبي مش مطمن للعمليه دي. ما انا لازم اخلص من كرياكو ده باي طريقه، مش ممكن يفضل قاعد لي في عربيزه كده على طول. فينها كله ماشي؟ ازازه كامله في فلة الفابريكا. في صحه الكابتن. ايه انت الظاهر لاعب لعبه كبيره هذه. ايه يا طارق؟ مش شغلك انت يا حيدر. ايه بتاع الفلوس اللي من اوفر اللي كانت لصحه وزاره الماليه. ايه بقى مالك داخل فارد قلوعك كده ليه؟ امال ايه؟ ولسه هتشوف الكابتن منصور هيعجبك قد ايه؟ اخلع انت كله ماشي وسيبني مع الكابتن لوحدنا. ماشي. انت ايه؟ اتجننت؟ بتتكلم علني كده على الفلوس؟ لا 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 فلوس مين؟ الموضوع ده اجلناه. الخواجه جايين الليله دي. خواجه؟ خواجه مين ابو 30 و50؟ ده انا يا كابتن مسلمك 1000 جنيه. الخواجه الليله معاها اولوفات. اولوفات يا كابتن؟ عددهم قدامي. أنا الليلة ده هخلص عليه وعلقهم مني. عسل.
وما تزفرش ايدك انت وسيبهولي، والنص بالنص. لا يا حدق، انا جاي مخصوص انبه عليك، الخواجه ده سته ده لوحدي، انت راجع هتذكرهولي وانا هتصرف معاه. كله ماشي. تعال كده يا كابتن. ماشي. نعم. عزيز صوتك لو عالي هتبقى انت اللي موتيه. لطفي هنا في الحفظ والصون تحت السكينة عند عمه. حرام عليك، ده انا روحي فيه، ده هو الدنيا والاخرة. كان لازم اتخطف عشان اعرف ازاي انت منك. خطفته امتى؟ وديته فين؟ اكلته ولا سايبه جعان؟ ابوس رجلك الواد عيان، ابوس رجلك يا عباس. من هنا ورايح مش رجلي وبس، لا هتبقي خدامة جزمتي. وضعت عمرك في اي حاجه تقولها؟ لو عايز تونس اجيب لك، لو طلبت فص عينيا هديها لك. ابوس ايدك يا عباس، رجع لي ابني ده عيان. ابوس ايدك يا عباس، ابني عيان. رواي الاناني هتشوفيه، او انت اللي بايدك هتموتيه. يعني كدب ملاوعة تجيب سيرة لحد البوليس يشم خبر على رقبتي يا عباس، على رقبتي. بس ابوس ايدك رجع لي ابني يا عباس، حرام عليك ده عيان. ابوس ايدك، ابوس ايدك رجع لي ابني، انا في عرضك يا عباس. اهدي معلش اهدي، ما انت عارفاني قلبي حنين، وعشان كده انا مستعد اسلمهولك الليله وتسلمين الخواجه اللي جاي لك وشايل متقلات. خواجه ليه؟ هتعمل في ايه؟ هجوز امي. انا فاهم اللعبه اللي بتلعبيها انت ومنصور، لكن مش هتكمل، مش هتتم، وانا اللي هقش. تسلمين الخواجه اسلمك ابنك. ها قلتي ايوه. فين منصور؟ منصور، منصور خرج ولم يعد. بنت سودا، بنت سودا. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ بنت سودا. في ايه يا تراكي؟ مش حاجه، مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ في ايه؟ فهميني بس. اعمل ايه يا ربي؟ في ايه؟ قولي لي. مصيبه، مصيبه. كله ماشي. أيوة. انا ماليش على ربنا وانت دلوقتي، مش عارفه اعمل ايه. بس مش عارفه اعمل ايه. هدي نفسك، هدي نفسك، مش عارفه اعمل ايه. هدي نفسك وقولي يعني ايه اللي حصل. تعالي انا كمان عايزك في كلمتين. تعالي. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. دمرني كل ماشي. المختصر المفيد دلوقتي انك تسلمي لهم الخواجه. ازاي بس؟ ده برضه بني ادم، ازاي اشترك في قتل بني ادم؟ ازاي؟ في حاجات كتير مفيش وقت علشان افهمها لك، المهم دلوقتي انك تعملي اللي اقولك عليه وبس. اني جدعانه مني هنضحوا بفلوسي ونطبعوا غيرها؟ وانا هسلمك تراجي، تاخد منها حقك ومستحقك. طب ومنصور هيسكت لكم؟ انا لازم البسه الاساور الميري واخلي مزيكه البوليس تزف. كابتن عباس الخواجة وصل ورايح على خمسة باب. طب اقطروا انت على هناك لحسن البت تراجي تلعب بديلها. اجري خف. وانت تعال معايا، معايا. وجد طب مزيكا كالاسبيرا سيس بالكلميرا ما نمكن ياكو بتاعتينو فنصل. كل مسكت فلوس، كل مسكت فلوس. ان شاء الله ما خدني خوس. اللي يحبونا ايفا، ايفا. اللي يكرهونا بومبا، بومبا. اللي يحبونا ايفا، ايفا. يكرهونا بومبا، بومبا. بومبا، بومبا. ايفا، ايفا. ايفا، ايفا. بومبا، بومبا. بومبا، بومبا. ايفا، ايفا. جراسي انت كنت فين كل ده؟ لكن انا رجعت ومعايا برادس فلوس كتير. يا ريتك ما كنت وايد تكسبهم. ان شاء الله. ادويني انت لسنيت تقول كده. كله ماشي.
اديني بنوره في سخة الخنان. لا انا مش عايزك تشرب النهارده، ويا ريت تروح من هنا خالص. لا لا لا، انا سكران نيله واخلي الليله منايل بنيله. كله ماشي بنوره، كله ماشي. بقول لك ايه كابتن عباس، مستنيكي، ما تلعبيش بديلك، السكينه على رقبه الواد. كله ماشي، فين بنوره؟ كله ماشي بنوره. ايه يا اخويا انا اسربته صبا صبا في سخة الانا. كرياكو انت عندك عيال؟ عيال منين خبيبي وانا خناين؟ لو كنت جربت قدامها كنت عملت اللي انا هعمله. باخد انا ورايخ فين؟ ما تخافش، عند ناس اصحابي حنينين قوي. خناين كموا؟ ايوه انا خد خناين. طيب بس تعال، انا بتاع الخنان. طيب يا بتاع الخنان. يا سو مريكا، يا سو مخالي، يا سو مريكا، انا كرياكو بتاع واخي خنان. أخلن بالزبون. هما دول بتوع واخد خنان؟ أعذرني يا كرياكو، الضنا غالي. إيه بالفلوس اللي معاك يا عسل. لا 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 خبيبي، عملت واخد معروف، عملت واخد معروف خبيبي، أنت أخو فلوس، أنا بتاع خنان. أنا أستأذن أروح عشان أنا خنين، أنا أحب أروح ابقى خناين. تراوخ تبقى خناين عشان تبلغ عني؟ كتف فوق. انا مش هبلغ. كتف فوق حبيبي، مش كتف، انا خناين. نفسك في ايه قبل ما يذبحوك؟ يا سويس، يا بتاع بوليس، انت تخرس خالص. ايه الماما بتاع الانا اتشاد على روحك بالجريجي؟ لا احنا ما اتفقناش على الاكل. فين ابني؟ المعلم خنزير اشتراه، وانت هتسافري معاه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا عباس. فين عزيزي عباس؟ فين ابني عباس؟ مش هتشوفيه غير في اسكندريه. ده انت اللي هتشوف ولا توعى. خلاص ما نسمع عليك الصوت. لا بقى، ده انا صرخ والم عليك الدنيا. خلاص عليها عباس، لا تفضحنا. مش هتلعب. فين ابني عباس؟ كلها غلط. فين ابني عباس؟ فين ابني عباس؟ لا ما تبقاش بقى. ايه ده انت؟ ايه انا الريز العسل تاجر راسي صور. تعال تعال، ما اقولكش. طب انا هخلص عليك وعلى اللي جابوك. منصور، منصور يا حبيبي، منصور. تراجي. ايوه منصور. يلا نجري. اهلا يا عسل، خش علي علي. تعال لي يا عسل، تعال لي يا عسل. توبت يا عسل. لا ده كده بقت عسل قوي. أهم محلك انت وهو.
اللي هيتحرك هيتضرب بالنار. بريء والله يا سعادة البيه، وشرفك مظلوم يا سعادة البيه، ده هو السبب، منصور هو السبب. تمام يا سعادة البيه، الفلوس اللي بلغت سعادتك عليها هتلاقيها في جيبه يا فندم. خطفوا ابني يا سعادة البيه، ابوس ايدك يا سعادة البيه، رجع لي ابني، رجع لي ابني، ابوس ايدك. ما تخافيش على ابنك يا تراجي، اهو كده يبقى كله ماشي. عزيز يا حبيب قلبي، يا ابني ضنايا، توحشني قوي يا ماما، كنت وحشني اكتر يا علي. ماما فين السواق يا ماما؟ السواق؟ تمام يا باشا، وما حدش غير قلت مرحوم امي، وما هيتكم اصطاب. ينفع باشا؟